فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. هذه من كلام عمر رضي الله عنه، تعتبر قاعدة عامة أن كل ما كان من زي المشركين في لباسهم وهيئاتهم الخاصة بهم فإن على المسلمين أن يجتنبوه لئلا يتشبهوا بهم إذا فعلوا مثل زيهم، لأن هذا من التشبه بهم. وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه وضع لأهل الذمة زيا خاصا يميزهم عن المسلمين. نعم. قال: وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه من أوله أنه قال اتزروا، أنه قال اتزروا يعني البسوا الإزار والرداء، لأن هذا من زي المسلمين. اتزروا وارتدوا، نعم، يعني البسوا الإزار والرداء. وانتعلوا، وهو ما يسمى بالحلة، فالحلة تتكون من إزار ورداء، وكان هذا مما يلبسه المسلمون ولبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام وغيره، فهو من زي المسلمين، ولا نلبس مثل ملابس الكفار. نعم. وانتعلوا والبسوا الخفاف، وانتعلوا هذا أمر إرشاد في أنه ينبغي للمسلم أن يلبس النعال ولا يحفى ويظن أن هذا من العبادة فيكلف نفسه أو يصاب في رجله، فالانتعال فيه وقاية من اتخاذ الوقاية من أضرار الأرض والحشرات، وإن كان يستحب أن الإنسان يحفى أحيانا، يعني لا ينتعل دائما، وإنما يحفى أحيانا إذا لم يكن هناك ضرر في مشيه حافيا، فإن مشيه حافيا إذا لم يكن فيه ضرر فيه فائدة للصحة، فيه فائدة للصحة وفيه قوة للجسم وخشونة وعدم التنعم. نعم. والبسوا الخفاف والسراويلات، والبسوا الخفاف يعني ما، والخف هو ما يلبس على الرجل ويسترها من الكعبين فأسفل، ويكون من الجلد في الأصل، يكون من الجلد وقد يكون من غيره، فالخف ما يستر جميع الرجل خلاف النعل فإنه لا يستر الرجل وإنما يقيها، نعم، فإنما يقيها من الأسفل ويكون له سيور تثبته من الأعلى. نعم. والسراويلات، السراويلات مفرد هو السروال، يسمونها الناس سروال، وهو في اللغة سراويل أو سراويلات، فلبس السراويل أو السراويلات أحسن من تركه لأنه يستر العورة. نعم. وفيه احتياط لستر العورة. نعم. وألقوا الركب، نعم، وانزوا نزوا، يعني أن الإنسان لا يمشي مشية متميعة ولا يجلس جلسة متميعة، وإنما يستعمل القوة في جلوسه وفي مشيه. نعم. وعليكم بالمعدية، يعني اقتدوا بمعد بن عدنان الذي هو جد العرب العاربة، اقتدوا به يعني اقتدوا بأصل العرب ولا تقتدوا بأمور العجم، لأن العرب في الجملة أفضل من العجم. نعم. وارموا الأغراض، ارموا الأغراض هذا تعلم الرمي، وهذا مستحب، تعلم الرمي وتعلم السباحة، تعلم ركوب الخيل والفروسية، هذا من الرياضة المطلوبة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. نعم. فتعلم الرماية مستحب لأنه من التدرب على الجهاد في سبيل الله. نعم. وذروا التنعم وزي العجم، ذروا التنعم هذه كلمة عامة،
إن الإنسان لا يكون متنعما دائما بحيث يرق جسمه تضعف قواه ويصاب بالأمراض بسبب الرفاهية، فإن الرفاهية مرض. بل الإنسان لا يتعب نفسه ويحرمها من المستلذات مطلقا، ولا يعطيها ما تشتهي من الراحة والملذات مطلقا، وإنما يتوسط فيجمع بين هذا وهذا.